الجرائم آل سعود تعدت الحدود وأخذوا الآن، يعني لم يكتفوا بقمع الشعب في الداخل فأخذوا يلاحقون كل الأصوات في الخارج ويحاولون أن يقمعون كل صوت ينتقدهم أو يعبر عن رأي. لذلك تواجدنا هنا علشان نرسل رسالة للعالم بأن ما تعرض له الأستاذ جمال خاشقجي أمر مرفوض، حتى لو لم نكن من نفس الحزب أو حتى لو يعني قضى سنين طويلة في وهو يعمل مع النظام السعودي، لكن ما تعرض له هي جريمة بكل المقاييس. وأعتقد أن كل العالم يريد أن يعرف ما مصير الأستاذ جمال خاشقجي، وكذلك يجب أن يوضع حد لهذا الطفل المارق الذي يسمى الدب الداشر لعنة الله عليه، الذي يعني أخذ يرتكب الجرائم في كل بلد في العالم. وكما تعلم ويعلم المشاهدون الكرام بأنه أرسل اثنين من عصاباته للاعتداء عليه في نفس هذا الشارع الذي نقف فيه، ولكن بحول الله سنستمر في النضال ضد هؤلاء المراخين حتى نصل إن شاء الله إلى نتيجة ونستعيد حقوقنا المسلوبة ويرتدع الظالم. هل تعرف هذا الإرهابي؟ هل تعرف هذا الإرهابي يا أستاذي؟ أوصل له رسالة وقل له أين جمال وأين المختطفين في المهلكة؟ لعنة الله عليكم وعلى والديكم من مراخين. ولكنها لن تخيف، فهذه عقلية النظام وهذا هو تفكيره، يريد أن يخيف خصومه ويريد أن يخيف كل صوت حر. فإذا لم تخاف هذه الأصوات أو تريد أن تواصل ما تعتقده بأنه يعني الحق، فالنظام بلا شك سيخفيها أو سيعتدي عليها كما حصل مؤخرا. كريم هل تعرف هذا الإرهابي؟ كويس. هل تعرف هذا الإرهابي؟ ما تعبت مني هيك. أنت اللي تنهك، نحن نصرخ بصوت الحق. أيها المراخون، أيها الحمار، أيها الخنزير، انت ليش خايف من الكاميرا؟ تعال تحين تصور، خايف من الكاميرا ليش؟ تعال وقف من الرجال، الرجال ما خايف، قاعد يتكلم وياك، انت ليش خايف؟ اتباع المراخين يخافون من كلمة الحق. ننتظرهم يخرجون. لعنة الله عليهم. ونسألهم عن إرهابهم وقتلهم للعلم. وأنا هنا أحمل صورة هذا الإرهابي القاتل لعنة الله عليه وعلى والديه. وصخت يدي لكن سأغسلها سبعا وإحداهم بالتراب. الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى إخفاء كل صوت معارض ونجح نوعا ما في الداخل في السعودية، لكنه لن يستطيع أن يقمع كل الأصوات الموجودة في الخارج. هو أمنيته أن يقضي على أي صوت ينتقده ويخفي كل الأصوات، لكنه لن يستطيع. وأعتقد أن ما فعله مع الأستاذ جمال خاشقجي سينعكس سلبا عليه، وسيتحرك العالم ليضع حد لهذه المهزلة، وأن هذا الفتى الصغير يعتقد بأنه يعني سينقل جرائم من داخل السعودية إلى خارج السعودية وإلى شوارع أوروبا. مستقبل آل سعود مظلم، وأعتقد بأن هزة في النظام السعودي ستحدث قريبا جدا، و بفضل سمو الأمير محمد بن سلمان وسياساته الحالية فهو سيختصر يعني كثير من المسافة على من لا يعني على ما نريد أن نفعله. هلو كريستين، thank you so much for joining us today and supporting the campaign against the arms of Saudis and the disappearance of Jamal Khashoggi. What have you got message to send to MBS Crown Prince Mohammed bin Salman? Yeah, what I would say is that the Saudi regime needs to respect the human rights of its citizens. It needs to produce Jamal Khashoggi if they have them and find out where he is if they don't. I would also say that the Saudi regime needs to end its war in Yemen. One of the reasons I'm here is because Saudi Arabia has been a long-term buyer of weapons from the UK, and it's high time that those weapon sales stopped. Absolutely. Thank you so much. Thank you very much. Pleasure.